ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وقعت حادثة سير وصفت بالمروعة في الساعة الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بمدخل مدينة سيدي إفني، بعدما انقلبت سيارة خفيفة كان على متنها 4 شبان، ما أسفر عن إصابتهم بجروح خطيرة، نقلوا على إثرها للمستشفى الإقليمي لسيدي إفني لتلقي العلاجات اللازمة. وحسب مصدر خاص فإن الشبان 4 كانوا في حالة غير طبيعية، ما جعل السائق يفقد سيطرته على السيارة بفعل السرعة المفرطة التي كان يقود بها ليخرج عن مساره وينقلب على قارعة الطريق في مشهد مروع كاد أن يخلف خسائر بشرية لولا الألطاف الإلهية. هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية وعناصر الأمن لعين المكان، وتم نقل الضحايا على وجه السرعة للمستعجلات لإسعافهم، فيما تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة حيثياته وملابسات وقوعه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.